السخط ضد مرجعية النجف ومعمميها والأحزاب وصل لمستويات لم يصلها سابقا. مواطن سجل مقطعا مصورا مع أحد الفقراء ووجه كلامه لممثل مرجعية النجف عبد المهدي الكربلائي. رسالة لعبد المهدي الكربلائي، خلي أبوالك يا نعال هذا ينام جوه الجسر، هذا النعال مالته يسواك ويسوى عمامتك يا يا جايب، لأن هذا بطل عراق الشريف، نيبو يا برلمان يا حذار في المجتمع يا حكومة يا هذا إن شاء الله قريباً ناخذه ونبدله ونسبحه ونشتري له كرفان بزود الأبطال بزود الخيرين العالم، بس خليها ببالك يا مهدي الكربلائي وأعيدها مرة ثانية، هذا يشرفك ويشرف عشيرتك، هذا دايم جو الجسر الفقير شوفه صح ولا مو صح؟